تحية عطيرة لكم مشاهدينا، نافذة جديدة نفتحها معكم من خلال تواصلنا عبر برنامج خدمات للحديث عن قضايا تعنينا كسوريين وبشكل خاص في محافظة اللاذقية. اليوم سيكون الحديث عن بيئتنا الجميلة بكل ما فيها من عطاءات ربانية يجب أن نحافظ عليها من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وأيضا كواجب وطني وكواجب إنساني. الحديث عن هذا الموضوع وتفاصيله، وخاصة أن غدا سيكون اليوم الوطني السوري للبيئة، سنتحدث عن تفاصيل هذا اليوم وأهم التحضيرات التي تجرى من أجله، ما هو الهدف منه، وما هي الثقافة البيئية التي يجب أن تعمم في مجتمعنا لأنها أساسية كما هي جزء أساسي من المواطنة ومن مواطنتنا كسوريين. باسمكم نرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور كامل خليل، نائب عميد المعهد العالي للبيئة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. والمهندسة هزار الكردي من دائرة التوعية والإعلام البيئي في مديرية البيئة. أهلا ومرحبا. أهلا فيكم. البداية معك دكتور كامل للحديث وخوض تفاصيل أكثر عن أهمية تخصيص يوم سوري للبيئة. هلأ تكمن أهمية البيئة على اعتبار أنها هي الوسط الذي يعيش به الإنسان، فكلما كان هذا الوسط ملائم أكثر لوجود هذا الإنسان كلما كان الإنسان مرتاحا أكثر وبالتالي تطور أكثر. وحماية البيئة تعني البشر والشجر والحجر، ليس فقط موجهة لاهتمام بالإنسان كإنسان ككائن، وإنما أيضا بالموارد الطبيعية الموجودة حوله من حيث وجود الأشجار والتربة والمياه والغذاء. فأهمية البيئة على اعتبار أنه هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، فكما ذكرت كلما كان المكان الذي يتواجد به الإنسان ممتاز وجيد كلما انعكس إيجابا على الإنسان ليكون فاعلا أكثر، وبالتالي هناك دائما عملية تناغم بين الوسط الذي يعيش به والإنسان. هذا التناغم مع العلاقات الموجودة وبإيجابياتها وتكاملها، فنستطيع القول كلما كانت البيئة جيدة كلما كان المجتمع جيد، وكلما كانت المنطقة جيدة والدولة أيضا بالنهاية جيدة. اهتمت سوريا كدولة رائدة بإنشاء وزارة للشؤون البيئية. أيضا نص الدستور السوري بالمادة 27 بإعطاء مادة كاملة بالدستور بما يخص البيئة وحماية البيئة. كانت لفتي كريمة من وزارة البيئة بممثلة بالسيدة الوزيرة الدكتورة نظيرة سركيس، طبعا موجهة تحية، بأن السنة الماضية أحدثت بقرار بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء بإقرار الأول من تشرين الثاني في سوريا هو يوم للبيئة السورية. هنا لابد أن نذكر بأن هناك يوم للبيئة العربي اللي هو دائما بيكون ب 14/10، وهناك يوم للبيئة العالمي في 5 حزيران. طبعا هذه الأيام طبعا فقط للتذكير بشكل دوري على مدار السنة أنه هناك أعياد يجب أن نحتفل بها كعيد الشجر على سبيل المثال لأهميتها. فأحداث يوم للبيئة السورية هو قفزة نوعية في تذكير المواطن أن هناك وسط يجب أن تحافظ عليه. طبعا تمام. يعني وأهمية البيئة مثل ما حضرتك تفضلت تأتي من كونها أيضا ثروة وطنية، واجب وطني. هلأ البيئة بمكوناتها، هلأ البيئة هناك فرق بين البيئة وعلم البيئة. البيئة عبارة عن وسط، العلم هو الذي يدرس العلاقة، لكن مكونات البيئة كما ذكرت هي شجر حجر بشر بالتعريف التقليدي، لكن هي مثلا تتضمن الموارد الطبيعية سواء متجددة أو غير متجددة وحمايتها. أيضا المياه، المياه هي عنصر أساسي في البيئة ويجب حمايتها والمحافظة عليها. أوكي. أيضا الغذاء، الغطاء الأخضر، طبعا هي من ضمن الموارد. أوكي. سواء كان محاصيل زراعية أو حتى كانت أشجار حراجية أو نباتات، فكلما كانت هذه المكونات البيئية جيدة ومحافظة عليها كلما عكس إيجابا على جمالية البيئة وجودتها. أكيد، وعلى الثروات التي يجب أن نحافظ عليها للمستقبل، وخاصة أن الموارد البيئية هي الثروة الحقيقية التي يبحث عنها اليوم والتي ستكون الرصيد الحقيقي للأجيال القادمة. تمام. يعني بعيدا عن الثروات النفطية وغيرها. تماما، هذه ذكرت بالدستور بالمادة 27 إذا تسمحي لي إقرار. تفضل. تفضل. كما ذكرت نص الدستور في الجمهورية العربية السورية بالمادة 27 بأن حماية البيئة هي مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن. طبعا. ومن هنا تأتي أهمية هذه الحملة إن صح التعبير لتوعية الناس، وهنا دخل عامل التربية البيئية أيضا كمقرر أساسي في التدريس في المراحل الابتدائية والجامعية وإلى آخره. لكن النص في الدستور كان واضح وصريح
وأكد تأكيد تام على حماية البيئة وأنها هي واجب على كل مواطن من أجل حماية الدولة وحماية المجتمع وبالتالي الكون. ومن هنا تأتي المؤتمرات العالمية التي تحدث على مستوى الكرة الأرضية أيضا للتركيز على أهمية البيئة. وهنا يعني أستطيع أن أذكر على سبيل المثال من عام 1972 بدأ بمؤتمر ستوكهولم طبعا برعاية الأمم المتحدة، بعدين إجا بعد منه مؤتمر اللي أخذ ضجة عالمية اللي هو حدث ب 92 في ريو دي جانيرو، وكان هو الحجر الأساس لتأسيس مبدأ حماية البيئة في العالم، حماية الموارد الطبيعية، الحماية من التلوث، حماية الموارد المائية، أيضا حماية العلاقات بين الوسط الذي يعيش به الإنسان والإنسان من خلال المحافظة على الموارد للأجيال القادمة كما ذكرت حضرتك. طبعا بعدين إجا مؤتمر جوهانسبرغ بال 2002، وبعدين إجا مؤتمر كيوتو كان قبل منه بال 97. كل هذه المؤتمرات الدولية أكدت على حماية الموارد بهدف التنمية المستدامة. وهذا المصطلح التنمية المستدامة هو أن تفكر بنفسك لكن يجب أن تفكر بالآخرين ألا وهم الأجيال القادمة كما ذكرت حضرتك. أكيد يعني جيد جدا أنه نحن على خلينا نقول الخطوات الأولى من الطريق بداية، وإن شاء الله تعمم هذه الثقافة البيئية وتصبح جزء من مواطنتنا كسوريين. يعني أنا دائما بأكد على هذه الكلمة لأن فعلا هي جزء من المواطنة أن تحافظ على هذه العطيات الربانية أولا وأيضا الاجتماعية لمجتمعك لسوريتك لبلدك لأبنائك مثل ما حضرتك حكيت. آنسة هزار، إذا بدنا نحكي شوي عن دور مديرية البيئة بالنسبة للكلام اللي تفضل فيه الدكتور، يعني من خلال عفوا الإجراءات التي تتخذ من قبلكم، قبل أن نخوض في الإجراءات العامة بدنا نحكي عن هاي النشاطات خلينا نقول أو الأسبوع الذي يخصص لليوم السوري للبيئة. هلا نحن بعملنا كدائرة توعية وإعلام بيئي، نحن على طول عنا حملات توعية بيئية مع الأطفال أكثر شيء بالمدارس بجميع الحلقات يعني بالمدرسة، فنحن على طول بنعمل حملات توعية حملات تثقيف. بس هلا بهيدا الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني للبيئة عنا عدة نشاطات، فعنا حملات نظافة مع شبيبة اتحاد شبيبة الثورة باللاذقية، عنا يوم الأحد والتنين والتلاتة بثلاث مناطق مختلفة بالشيخ ظاهر وعلى دوار الأزهري وبمنطقة صنوبر جبلة خارج المدينة، كونه هي منطقة طبيعية بيئية وفي ناس كتير بيجوا عليها وخاصة بالعطل يعني. صحيح. كمان في عنا عملنا مسابقة رسوم بيئية بالمدارس، إنه فترة مخبرين عليها، نعمل نجمع اللوحات ونختار الفائزين وفي تكريم، ورح نعمل معرض للرسوم البيئية كمان، هيدا بتوعي بترفع درجة الوعي البيئي عند الأطفال لما بيرسموا هنن اللوحة. أكيد. لما بيرسموا سلوكيات خاطئة أو سلوكيات سليمة فكتير بيستفيدوا من الهيدي، بتحفزهم أكثر يعني للحفاظ على البيئة. كمان رح نعمل بمدرسة بيان عن صناعة الكومبوست، بيان عملي عن صناعة الكومبوست كمان مشان يتعلموا كيف يستفيدوا من المواد العضوية ومن النفايات والمخلفات المنزلية، أنه ما بصير نرمي إحنا كل المخلفات، لازم نتعلم نفرز النفايات المنزلية. صحيح. إحنا أصلا ما وصلنا على هيدي الدرجة أبدا. في أشخاص ما بيعرفوا الشيء اللي حضرتك عم تحكي عنه الكومبوست، ما بيعرفوا أبدا شيء عنه. نحكي عنه شو التفصيل لمشاهدينا لتكون العبارة أوضح يعني بالنسبة لهم. هلا نحن في عنا لازم يكون عنا ثقافة فرز النفايات المنزلية، المفروض يكون في حاويات لكل نوع من النفايات. بس نحن حاولنا عملنا كذا مبادرة بهيدا الشيء واشتغلنا كذا شغل، عملنا بالجامعة وعملنا مع جمعيات، بس ما وصلنا أبدا النتيجة اللي بدنا إياها. هلا الكومبوست هو من النفايات المنزليه والمخلفات العضويه من اوراق الشجر، المخلفات العضويه الاكل، فيها بنجمعهم نحن بنحطهم بحفره بالارض او بوعاء وبنحط معهم شويه تربه لانه بيكون فيها كائنات حيه دقيقه، ومع الترطيب وبدون انه يتركوا شيء 3-4 شهور ليتخمروا منيح، بيعطينا سماد بنسمد فيه نباتات، هو سماد كثير ومن افضل انواع السماد، تاثيرات كيميائيه ابدا يعني ما له تاثيرات نظيف سلبية. ونقي وصحي وما له ابدا ما له اي اثر جانبي ولا اي رائحه يعني ما له اضرار سيئه ابدا. كمان رح نعمل حملة نظافة مع طلاب بالمدارس، وكمان فينا رح نعمل حملة بمدرستين مع التعاون مع مديرية الصحة حول الصحة البيئية، رح يطلع معنا دكتور من مديرية الصحة ونشتغل جزء بيئي وجزء صحي، أصلا إنه هنا ما بينفصلوا عن بعض. أكيد طبعا يعني ما فينا نفصل أبدا البيئة عن الصحة. صحيح. يعني الصحة هي شرط أساسي إنه نكون موجودين ببيئة سليمة وصحية. يعني حتى الدراسات العالمية بتقول إنه الأمراض اللي انتشرت وصارت كتير موجودة سببها هي الأضرار البيئية اللي قام فيها الإنسان، التخريب النظافة كمان يعني. طبعاً
أكيد. والإشكاليات الكتيرة، يعني نحن لما بنفكر كإنسان أولا قبل أن يكون لنا أي انتماء لأي شيء، إنه يا ترى هل نحن فعلا قادرين العودة بالبيئة إلى ما كانت عليه، قادرين على إصلاح هذا الضرر الذي أصبح ربما دائم؟ دكتور كيف بتشوف؟ هلا بالنسبة لموضوع إعادة تصليح الضرر إن صح التعبير، بتذكرني هون آية كريمة من القرآن الكريم بيقول لك الله سبحانه وتعالى قرر أن ينزل سيدنا آدم على الأرض، فقال له بالقرآن الكريم الملائكة احتجت أتخلق فيها من يقتل ويسفك الدماء؟ يعني بالبداية كانت حتى بالجنة كانوا بيعرفوا أن وقت بده ينزل الإنسان لهم بده يخرب التوازن البيئي بما معناه، لكن إعادة إصلاحها. هناك علم حديث أنا كان لي الشرف أني درست فيه بعض المحاضرات، هو علم الهندسة البيئية. هذا العلم هو مجموعة مفاهيم وأسس هندسية وعلمية، البحث من خلال بعض الإجراءات للعودة إلى التوازن الطبيعي البدائي. هناك عندك مشكلة بيئية، أنت بدك تقوم بإعادة إصلاحها وإعادة تخفيف الضرر إن صح التعبير، سواء كان سواء تلوث مثلا على سبيل المثال بالهواء، بالتربة، بالمياه إلى آخره. هناك بعض الإجراءات البيئية نقوم بها كمهندسين وكباحثين بإجراء بعض الأبحاث للحيلولة دون تطور هذه الظاهرة أو التخفيف منها والعودة بها إلى الحالة الأم اللي هي كانت التوازن الأصلي البيئي، يعني نقطة الصفر إن صح التعبير، هو يوم الله سبحانه وتعالى خلق الخلق. فهذا العلم طبعا هناك تشعبات له كثيرة، لكن هندسيا حاليا وأكثر شيء بيشتغلوا فيه زملائنا بالهندسة المدنية، أيضا المهندسين الزراعيين وبعض الاختصاصات الأخرى الكيميائيين، لإجراء بعض البحوث والتخفيف من هذه المشكلة والبحث عن حلول. فعلى سبيل المثال، مثال بسيط مثلا، كلنا بنحكي عن التلوث الناتج عن السيارات، صحيح. طيب بنقول مشكلة التلوث مثلا بالرصاص، طيب ماشي، هلأ صار عندنا بنزين بدون رصاص، إذا نحن حلينا مشكلة أكيد. ألا وهي أنه شلنا الملوث الأساس اللي إحنا عم يخرب لنا، صحيح وإله دور مهم جدا في رفع رقم الأوكتان بالنسبة للهيدا وتخفيض ضجيج المحرك، لكن استبدلنا ببعض البدائل الأخرى. هلا عندك مثلا ظاهرة الدفيئة، كلياتنا بنعرف أنه ظاهرة الدفيئة هي ناتجة عن ملوثات بالأصل هي كانت طبيعية. هلا عندك الميتان وثاني أكسيد الكربون، هن مكونات أساسية إذا وجدت بتراكيز صحية يعني طبيعية، أيضا البخار الماء، لكن هذه التراكيز نتيجة الثورة الصناعية واستخدام وحرق الوقود الأحفوري بأشكاله المختلفة زادت نسبة هذه الملوثة، وبالتالي بدأت تظهر عندنا ظاهرة ألا وهي ظاهرة الدفيئة وارتفاع درجة الحرارة. طيب هلا نحن شو أهم الإجراءات اللي ممكن أنت إذا كلكم طبعاً عرفتوا أنه مؤتمر كيوتو بعام 1997 ركز على موضوع غازات الدفيئة، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري كامل، فبحثوا عن الملوثات الأساس التي تسبب هذه الظاهرة. طبعاً المتهم الأول هو دائماً ثاني أكسيد الكربون، أكيد. فأخذوا بعض القرارات وراحوا يلزموا فيها الدول، أنه أنتوا مثلاً كان مجتمع حوالي 108 دولة، انه لازم انتم تاخذوا وتوقعوا باجراءات وعلى معاهده يسموها معاهده كيوتو للتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئه، للتخفيف من ظاهره الدفيئه. لكن للاسف اول المعترضين كان هو الولايات المتحده الامريكيه، اللي هي اكيد المنتج الاول لغاز ثاني اكسيد الكربون. لكن بعام 2005 تقريبا اغلبيه الاعضاء وقعت على تخفيف الانبعاثات او البحث عن بدائل اخرى. فعلى سبيل المثال من البدائل الاخرى الا وهو الوقود الحيوي أو الوقود الطبيعي أو الغاز الطبيعي. طبعا على سبيل المثال أنا أستطيع أن أذكر أنه دولة كالبرازيل هناك 50% يعني نصف سيارات البرازيل تعمل على الكحول الإيتيلي اللي ناتج عن تخمير قصب السكر. طبعا هذا الإجراء إجراء طبيعي، إن رجعنا على بيقولوا على المكونات الطبيعية، فاستخدام الكحول الإيتيلي أو الغاز الحيوي في تسيير السيارات خفف من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة كبيرة. فعندك مثلا نبات اسمه نبات الكولزا، هو من عائلة الصليبية، طبعا خلال وجودي في فرنسا كانوا يكتبوا على الباصات النقل الداخلي ولونوها باللون الأخضر ويكتبوا عبارة بالفرنسية ورح ترجمها جغول أفيك الكولزا، أنا ماشي بالكولزا، نوع من الدعاية طبعاً. نوع من الدعاية أنه أنا ما عم أمشي بمازوت، صحيح، تعميم لثقافة تمام. يجب أن تكون موجودة، أنا عم أمشي بوقود حيوي تماما. فمن هون بلشت الأمور أنه خطوة 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 إلى آخره. فهلأ مثلا نحن بما عم نحكي عن يوم البيئة، مجرد أنك تقول صار يوم البيئة وتذكير الناس بيوم البيئة، ومثل ما حكيت الآن سي هزار أنه فرز النفايات، أنا صار لي
فرصة تاريخية إني رحت على بلد اسمه السويد، وهذا يعد من الدول الإسكندنافية أكيد الراقية جدا. طبعا. عزيزتي، بمكب النفايات بكل بناية هناك غرفة صغيرة وهناك 6 7 حاويات، كل وحدة بلون مختلف، هيدي للورق، هيدي للخضار، هيدي للبلاستيك، تنفرز بشكل مباشر من وقت اللي انت بتحطي اللي طبعا بيقولوا النفايات، انت بكل من الخطوه كيس الاولى تمام بتحطيها بعلبتها. بالمانيا يقال، طبعا انا ما درست بالمانيا، لكن من خلال انه بكل بيت صار يوزعوا لهم كراتين معينه، كل كرتونه بلون معين، انه هي بتحط فيها بلاستيك، خاصة هي بتحط فيها بنوع نفايات النفايات عضويه، هي المعينة. خبز، هي وبتنزل. هلا بفرنسا اللي شفته انا وقت كنت هناك كانوا عاملين نوعين من النفايات، وحده للازاز خاصة للإزاز يعني الأناني إلى آخره، ووحدة للنفايات بشكل عام. طبعا بيتم بأخذها لمكبات ومعامل يسموها عامل الاحتراق وبيتم فرزها هناك، لكن هي خطوة خطوة. وأكدت المؤتمرات العالمية يوما بعد يوم بكل سنة، هلأ بمؤتمر مثلا جوهانسبرغ مثلا بال 2002 أكد على مثلا حماية الغابات على سبيل المثال، يجب أن لا نقطع، طبعا وإن تقطع يجب أن تزرع. هي اصلا المشكله وهذه الاساسيه بغاز ثاني اكسيد الكربون عدم وجود غطاء نباتي، احسنت، يعني التعامل الجائر مع الغطاء النباتي. تمام. فكل مؤتمر بتلاقي مثلا عم يركز على محور على معين على نقطه معينه وبيبلش يتوسع فيه. والاحلى انه بما انه دائما هو تحت اشراف هيئه الامم المتحده، وبالتالي الدول الاعضاء عم نوع من الخجل عم توقع وتلتزم. تماما خجل. وهذا شيء ايجابي. اكيد، ولكن مؤلم دكتور مثل ما حضرتك تفضلت، يعني انه الدول الاساسيه اللي عم تكون هي المسبب الاساسي ما عم يكون في من قبل التزام، هاي النقطة. والنقطة الثانية، عفوا المقاطعة، أنه المؤلم أيضا أنه الإحصائيات العالمية بتقول أنه نحن من البلدان التي ما زالت بكر من حيث الثروات. أحسنتي. ومن حيث الغطاء النباتي. تمام. يعني هل يجب أن ننتظر حتى نصل إلى نقطة اللاعودة لنبدأ الإقلاع من جديد؟ يجب أن نحافظ على ما لدينا منذ اللحظة. هلا حضرتك ذكرتي موضوع كثير مهم، انه الدول التي تلوث اكثر هي تعارض القرارات طبعا اكثر، لكن هو الموضوع للأسف يعني هو الموضوع ربحي. صحيح. يعني آخر همهم هو حماية الإنسان، وتعرفي هلا الحروب اللي عم تنشن هي كمان. لكن أكيد. من الناحية البيئية آخر همهم هن عبارة عن دول استعمارية ذات فكر استعماري، هم الأول والأساس هو إنه جني الأموال. طبعا. سواء دمرت البيئة ما دمرت بالآخر. هلا نحن أنا بعتبر إنه مجرد إنه نستفيد من تجارب الآخرين وننطلق ببلادنا من تعميم خبرات الآخرين، وعندنا نحن الحمد لله كوادر وكلها يعني متقنين لعمل إلى آخره، فحماية البيئة نحن ما لازم نستنى الآخرين، لازم نحن ننطلق. وهلأ نحن مثلا بذكر ليس للحصر، خدي مثال بسيط مثلا يوم الشجرة أو عيد الشجرة، مجرد أنه كل سنة سوريا عم تزرع مثلا 1,000,000 شجرة، هي بعتبرها شو بدي أقول لك ثورة في عالم حماية فعلا. البيئة. صحيح. وهي الحمد لله صار عندنا مثل يوم مقدس في أكيد. سوريا، ألا وهو يوم عيد الشجرة، يمكن هو الخميس الثاني من شهر كانون الثاني، فبتنطلق الفعاليات إلى آخره. مجرد أنك صرت تقول عيد الشجرة صارت كل الناس بتلاقيها يلا بدي أزرع بدي أزرع إلى آخره. فهي الأمور ان شاء الله أكيد. اللي بيقولوا نمشي فيها خطوه نتمنى خطوة. اكيد نتمنى، وان يكون فعلا هي ثقافه معممه، يجب ان تزرع بابنائنا، يجب ان تزرع باطفالنا، يعني يجب ان يكون طفل لدينا واعي لكل تفصيل من هذه التفاصيل، والتي يعني نستطيع ان نقوم بها ببساطه مثل ما حضرتك حكيت. يعني نحن فقط معنيين بانه مثلا يعني قد في صعوبه انك انت تفرز مثلا المخلفات بدل ما تحطهم كلهم محل واحد، تفرزهم كل واحد بمكانه. ما في صعوبه انه نحافظ على غاباتنا، ما في صعوبه، يعني هي تفاصيل لا تحتاج منا الى الكثير من الجهد او إلى مال أو عبء مادي. بدنا نرجع نحكي مع الأنسة هزار شوي عن دور مديرية البيئة بهذا الموضوع. يعني حكينا نحن عن يوم البيئة السوري، بس إذا بدنا نحكي بشكل عام، يعني دوركم بشكل عام خلال العام، في عندكم نشاطات تركز على مواضيع معينة، في تفاصيل أنتم معنيين ومسؤولين عنها؟ نحن بالدائرة دائما نشتغل بالتوعية، نحاول ننشر الوعي البيئي، الثقافة البيئية، نسلط الضوء على أهمية البيئة، على أهمية الغطاء النباتي. انه نحن صح انه نحن عم نشتغل مع الاولاد الصغار، بس انهم قادرين يعملوا شيء يخففوا من التلوث، فنحن بنحاول دائما نوصل لهم فكره انه هنون انه قادرين يعملوا شيء، قادرين يخففوا من الهدر، هدر المياه، هدر الكهرباء، قادرين يحافظوا على نظافه البيئه، منبلش من بيئه البيت، يعني على بيئه المدرسه، الشارع، الحديقه اللي هنون بيلعبوا فيها. فنحن دائما بنحاول انه نناقش معهم انه مثل جلسات حواريه بالمدارس، وبصيروا هنون بنحكي نحن وياهم، ما بنعطيهم محاضره اكاديميه.
حول اهميه هيدا الموضوع. يعني تفاعلي، ممكن نعرض لهم فيديوهات كمان بتفرجيهم كيف لما بنلوث شو بصير فينا، كيف ياثر علينا. يعني نحن عم نلوث بنفكر انه اوكي نحن رمينا مثلا الموز، رمينا الوسخ بالطريق ومشينا، بس رح يرجع ياثر علينا هيدا الشيء. فلما بيشوفوا الفيديو كيف عن طريق برامج اطفال يعني بينبسطوا بالفكره وبيستوعبوها اكثر. يعني كمان عن طريق الرسوم انه ممكن يرسموا هنون، عن طريق اللوحات الاعلانيه بننبههم انه انتم وقت تكونوا شايلين بالطريق بالشارع في لوحات اعلانيه بالطريق. كمان بتوعي لاهميه البيئه، لما بتدخلوا على الحديقه في لوحات اعلانيه بتنبه لاهميه انه ما بصير نقطع شجره، ما بصير نكسر، ما بصير نخرب المقعد. هدول الاشياء كلها بنحاول نسلط الضوء عليها. يعني هنون الصغار فيك تاثر عليهم اكثر من الكبار. اكيد إذا قلتي له إنه أنا المرة الجاية بدي أجي أشوف الصف نظيف، بترجعي بتشوفي الصف يعني نظيف. يعني في تجاوب، عم بيكون في تجاوب. كثير تجاوب ظريف من الأطفال، بيضلوا إنه أنت فيك تتحكمي فيهم أو بتوصلي لعقلهم بطريقة ظريفة أكثر من الكبير وبيستوعبوا معي. هن خامات يعني يمكن أن نصنعها كما نشاء، لهيك عم نقول إنه مهم كثير نزرع هذه الثقافة بأبنائنا، يعني هو واجب علينا جميعا. نحاول نحن ننمي عندهم الحس التطوعي، إنه هم يبادروا يعملوا شيء. عملنا مخيمات بيئية بالمدرسة كمان إنه عمدت أسبوع مع الطلاب، كتير كان نتيجة كتير كانت حلوة. إنه منها من في تنمية الوعي، في عنا في من خليهم يعرفوا شو يعني عمل تعاوني. كمان بتنمي حس التعاون بين بعض، كيف مجموعة يجوا هنون يقترحوا فكرة، هنون يبادروا من نفسهم إنه يقترحوا فكرة. إنه نحن عنا بالمدرسة مثلا مشكلة إنه عم يضل في نفايات بالأرض، إنه نحن شو بدنا نعمل، فهنون بيقترحوا الحل هيدي المشكلة. إنه هي أول شيء إنه ليش صارت المشكلة، هنا بصيروا بفكروا لحالهم فبيعرفوا انه غلط منهم هنا شو عم يعملوا. بعدين بصيروا يحاولوا يحطوا حل للمشكله ويعملوها مثل مبادره صغيره ويعمموها بالمدرسه مع رفقاتهم. هذه المخيمات تقام في اماكن طبيعيه او لا بالمدرسه؟ لا احنا عملناهم بالمدارس. بالمدارس الى مده زمنيه معينه؟ كانت مدتها 5 ايام. عملناهم مدارس، كان في مدارس صيفيه خلال الدوام الرسمي يعني ام لا في فصل الصيف؟ هلا عملناهم بالصيف بالمدارس الصيفيه. المشكله اني سهزار اكيد الدكتور بيشاركنا الراي، يعني المتابع لموضوع البيئه او البياني هذا الموضوع بيتابع بدقق التفاصيل بيلاحظ انه نحن مو بس ما زلنا عند نقطه الصفر، عم نرجع لورا للاسف. يعني مثل ما حضرتك حكيت صار في يوم سوري للبيئه، الان سهزار عم تحكي انه في نشاطات في فعاليات، بس بالنظر الى واقع حال محافظه اللاذقيه يعني للاسف ما هو واقع ايجابي ابدا. دكتور برايك يعني شو يعني اين هي الاشكاليه التي يجب ان نتجاوزها لحتى على الاقل نمشيها لهذه الخطوه؟ هلا هون في موضوع انه عم نتراجع. هلا هي الازمه احيانا هلا لعبت دور اكيد طبعا، لكن انا ولكن لو كان هناك وعي اكيد ما كنا بالنسبه لموضوع الواقع السيء. الانسي هزار حكيت هلا قلنا لكم انه دخل مقرر جديد او مصطلح جديد هو التربيه البيئيه. طبعا انت حضرتك وقت اللي عم تعلمي هالطالب انت عم تربيه طبعا. شلون تربيه الطفل أكيد. من الحضانه لبعدين الابتدائي. طبعا منظمه طلائع البعث مشكوره كمان عم تساهم ومديريه البيئه عم تساهم الشبيبه، لان احنا بنستلم الشباب الكبار بالتعليم الجامعي طبعا من خلال معهدنا العالي للبحوث البيئيه. طبعا هيدي المصطلحات كلها عم نكرسها من خلال الابحاث. طبعا بالمناسبه يعني نحن ب 18 19 20 ثانيه عندنا ندوه كمان هي ربط الجامعة بالمجتمع من خلال التعاون مع مديرية البيئة باللاذقية. هي الفكرة أنه إتاحة الفرصة للباحثين الجدد اللي هن طلاب دراسات عليا ماجستير ودكتوراه لتقديم أبحاثهم وأعطاهم الفرصة لشرح الأفكار الجديدة اللي عم يطبقوها من خلال دراساتهم. هلا بتقولي لي البيئة بتتطور بتتراجع إلى آخره، طبعا أنا هون في لي عتب بسيط جدا على كلمة اللي هي سوء التنفيذ. هلا نحن كمشاريع وكعلوم انت العلم ما فيك تغيريه وقت تحطي مثلا مخطط لمحطه معالجه مياه سواء هون واللي بالولايات المتحده الامريكيه نفس المخطط حيمشي بالاسس العلميه، لكن احيانا للاسف بيصير سوء التنفيذ. هلا انا كثير بحط بعض المشاريع اللي كثير مثلا بتتم بسوريا او بدول اخرى انه الاسس الهندسيه ما بتتغير. يعني ارتفاع المدخلي مثلا على سبيل المثال بمصنع معين له شروط هندسيه، شروط هندسيه واحده، قواعد عامة. قواعد عامة. أنت بقى بدك تعمل سوء تنفيذ معناتها صار عندك خلل معينة. أكيد. فأنا بعزي مو إنه عم نتراجع طبعاً، بعزي إنه أحياناً سوء التنفيذ وسوء التطبيق. يعني هلا وقت أنا بدي أقول مثلاً فكرة بيئية معينة، هي بيجوز العالم ما كتير تقتنع، وبالعكس بتصير إنه إيه وإذا يعني شو هالفكرة. لكن هي أنا دائماً بآمن بالحياة بخطوة او بسياسه الخطوه، خطوه ستيب باي ستيب يعني او مثل ما بيقول الفرنسي با 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 يعني مثل البطه. انه تمشي خطوه خطوه، ما فيك تجي فورا تصب افكارك وتحطها صحيح. لكن قال له اسمعت ارايت، يجب ان تسمع وترى. والله سبحانه وتعالى سبق السمع على البصر صحيح.
لانه السمع اسرع، لكن انت حتشوف بعينك، بتشوف انت بعض المشاريع التي تقام في سوريا وخاصه تشتغل سنين سنتين وبعدين للاسف ما بتشتغل. للاسف. ليش؟ سوء المتابعه، سوء التنفيذ احيانا بيلعب دور، وعدم اخذ الموضوع على محمل الجد. احسنتي. يعني هي الكارثه الحقيقيه، ما في التربيه بمجتمعنا. بالضبط. فوقت بنقول احنا الثقافه البيئيه احيانا الناس بتفهمها انه والله هي انه تحمي الشجره او تحمي تنظف الشارع، لا، هي عباره عن فكر، انت فكره تمارس يوميا. تماما. فمثلا انا بتذكر خلال اقامتي 10 سنين بفرنسا ما كبيت عقب سيجاره بالشارع ولا بسترجي، بينما عذرا بالتعبير انا على التلفزيون بحكيها بكل شفافيه، احيانا بتجرأ وبعملها بيه هون. ليش؟ لانه ما عندنا البيئه. تماما. الانسان ابن بيئته، البيئه النفسيه الداخليه ما موجوده عندنا. احنا ما عندنا تطبيق للقانون. أيوه. كمان ما عندنا. في عندنا تشريعات وقوانين كتير مفيده للبيئه بس ما حدا بيطبقها. لفت لازم يكون في عقوبه. صحيح. لفت نظري بالمهجرين، انا مقول اللي سافروا على المانيا حاطين لهم بانو، يعني لوحه اعلان، انه من يرمي سيجاره في الشارع يدفع 200 يورو. لن يتجرأ على رمي عقب سيجاره. لاحظي انه يعني مهجرين ورايحين، وشلون بتعرف واحد بيكون معصب بيصير يدخن كثير، فكاتبين لهم انتبهوا اللي بيرمي سيجاره بالشارع بده يدفع 200 يورو. هي بلشوا اول خطوه بالثقافه البيئيه، ان صح التعبير، وحمايه البيئه، لانه اذا كل واحد بده يكب نفاياته بالحدائق او بالكذا فبتخرب الدنيا. نحن هون يعني ما عندنا هسه، ما وصلنا لهالثقافه هيدي اللي فعلا الواحد حريص على بيئته. ما عندنا، كل واحد بيشلح مثل ما بيقولوا الهم على غيره او المشكله على غيره، اي يصطفله كذا. لكن لو كل واحد فينا مثلا طبق على نفسه، دائما الواحد انا برايي قبل ما يعمم على الاخرين يعمم على يجب نفسه. يجب طبعا، اكيد. فاذا هو انطلق بيئيا وربى حاله بيئيا فهو راح يربي ابنه، وبالتالي وهكذا السلسله حتكتمل وسيؤثر على الاخرين. يعني انا بتذكر ايام الجامعه مثلا لما حدا يتصرف هيك تصرف يستهجن بدايه. أحسنت. انه مثلا بين قوسين يعني بالعامية بيقولوا له ولد نظيف او يا شو النظافه هيك، باستهتار يعني او باستهجان. تمام. ولكن عندما تكرر هذا الفعل وتصر عليه مره بصير زميلك وصديقك واللي معك بالقاعه بيتصرف مثلك. تمام. خجلا على الاقل منك. تمام. فعندما نتبنى فكره ونؤمن بها ونطبقها فعليا اهم شيء التطبيق ليس فقط التنظير. يعني مشكلتنا نحن شعب ينظر، بيحكي كثير بس ما بيفعل. تمام. هاي المشكله. طيب، لذلك انا بقول لك وقت مثلا سوء التطبيق او سوء التنفيذ، هي قصه ما وصلنا لهالعقليه. خدي على مستوى الدوام مثلا، بيجاك واحد مثلا لازم تداوم 8 للتنتين، في كله بيهرب، طيب ليش عم تهرب؟ طيب اقعد اشتغل مثلا. هي الثقافه هسه، لكن تعي نفس الشخص حطيه ببيئه اخرى يلتزم. قطعا بده يكون ملتزم. وقد وانا راح احكيها على التلفزيون، نحن السوريين نحن اسياد الارض، ومن هنا اتت كلمه سير اللي استعملوها البريطاني وقالوا للواحد سيد. طبعا. السوري اينما وجد حلت البركه. نحن كنا في اي بلد يشهد للسوري فعلا. تحديدا فعلا. للسوري انا اقولها على التلفزيون بانه من اسياد الناس، قدوه علما وفكرا وادبا واخلاقا. صحيح. لكن للاسف بس يجوا لهون ما بعرف شو بيصير لهم، بينسى كل هالموروثات تختفي. تماما. لكن السوري انا اعتبره انه هو قدسي من الله سبحانه وتعالى، انه اعطاه هالحكمه وهالافكار النيري. وين ما راح في العالم اسمه مرفوع ودائما رافع اسم بلاده. بس لكن مثل ما بنعم نقول الانسان ابن بيئته، هون عندنا البيئه ما في كتير التزام، وبالتالي كل مين بيشلح عن كتفه بيقول لك اي اصطفل غيري. لكن وقت اللي بصير في عندك ضوابط، وهلا هون بدي احكي عن موضوع الضوابط. هلا التشريعات والقوانين توضع تشريعات، وعندك مثلا القانون 50، قانون البيئه رقم 50 من عام 2002. هذا تشريع وقانون في البلد، لكن مين عم يلتزم فيه؟ قلائل جدا فعلا. موضوع مثلا عندك المراجعه البيئيه، انت عملت منشاه، هلا بنحكي عن سوريا، انت عملت منشاه المفروض ان تتم مراجعه بيئيه طبعا. كل سنتين ثلاثه، قليلين بيقوموا فيها جدا. ففي شغلات نحن لازم مثل ما بيقولوا، هلا هي فرصه كمان انه يوم البيئه السوري والعالمي والى اخره العربي، انه نكرس مفهوم البيئه ونكرس مفهوم الوعي البيئي. طبعا. وطبعا هذا بده دائما مثل ما تفضلتي حضرتك وذكرتي انه بالتنظير، ما راح اقول التنظير، راح اقول العلم النظري. أكيد. ينقصه التطبيق العملي. يجب ان يطبق. فنحن كل ما حاولنا نكثر، مثل ما عم تشتغل الصبيه هي ومديرتها مشكوره كمديريه بيئه بالتعاون مع وزاره التربيه، وقت انت عم تربي هالطفل على بعض المفاهيم اكيد حليكبر ويربي اولاده وهكذا الى اخره.
ولكن ايضا تفضلت الانسه هزار بفكره كثير مهمه انا بشاركها الراي فيها. نحن بحاجه الى وضع قوانين وعقوبات رادعه. يعني حضرتك ذكرت المثال الالماني، يعني رغم انه هو بلد متعود يعني معتاد عفوا على التنظيم والقانون عنده يعني يجري في الدم لانه هن موجود هذا الشيء عندهم، ولكن هناك قوانين رادعه. هلا بسوريا نحن بحاجه اكثر منه لهي القوانين الرادعه. سوريا في عندنا قوانين لا تطبق. لا اذكر مثال بسيط. لا لا تطبق لكن للاسف الاربع سنين اللي مرينا فيهم للاسف. هلا عندك مثلا موضوع قطع الشجر، حسب معلوماتي يحق للمحافظ أن يوقف أي شخص قطع شجرة عرفية فورا بدون محاكمة. شو بدك أحلى مني؟ طبعا عندك حماية الصيد، هناك مرسوم جمهوري بمنع الصيد طبعا لحماية الثروة الحيوانية والحياة البرية. هلا عندك مثلا أنا مدخن عذر على التعبير، لكن وقت تكون أماكن عامة بيلتزم قدر المستطاع، لكن هناك مرسوم بمنع التدخين في الأماكن العامة. صحيح. وبالتالي تدفع غرامة، لكن احيانا قلت لك برجع بقول لك على سوء التنفيذ احيانا والمتابعه هي هي مشكلتنا. لكن مشكلة. كقوانين بيئيه او قوانين بما تخدم وتحافظ على البيئه موجوده، لكن هناك سوء في تنفيذها. صحيح، هيدي الفكره، ولا كله موجود طبعا. والناس عم تتابع باستمرار. هلا مهم ايضا كثير الشيء اللي حكته الانسه هزار انه هن الجيل الشاب الحالي المعني بهذا الموضوع، يعني احنا بنلاحظ من خلال كلامها انه عندها حماس لهذا الشيء. تمام. يعني هي مؤمنه بالفكره. لما عم تتواصل مع هدول الاطفال هي مؤمنه انه قادره تحدث تغيير بنفوس هدول الاطفال، تراقب استجاباتهم، تطور ادواتها وفقا لهذه الاستجابات. هذا ايضا موضوع كثير مهم. كمهندسين معنيين بهذا الموضوع هزار، قد ايه فعلا عم يكون يعني مؤلم بالنسبه لكم انه انتم ما قادرين لحد هاللحظه انه تحدثوا التغيير الواجب وفقا لنشاطكم ولعملكم؟ يعني عم يكون دفق من العمل منكم ولكن الاستجابه عم تكون ضعيفه وقليله جدا بالنسبه لحجم هالعمل الذي يؤدى. كمان بنرجع لموضوع انه البيئه اللي عايشين فيها هيك بتفرض يعني تلعب دور. كمان انه مثل ما تفضل الدكتور حكى انه في حدا حكى لي انه هو بالمانيا ما بيرمي ورقه بالشارع، ليش؟ لانه قال هي البيئه نظيفه، بس هون قال البيئه وسخه. منجي مين وسخ البيئة هون؟ مين نظف البيئة هونيك؟ يعني مين المسؤول عن هيدا الشيء هون وهنيك؟ ما هو الإنسان نفسه، بس التفكير، العادات كمان كتير بتأثر، التربية كتير بتأثر على الموضوع. فنحن بنحاول نعمل أثر، نكبره للأثر اللي عم نعمله، يعني ما يضل صغير، ونغير بهيدي العادات اللي عند الأطفال، عند السلوكيات اللي إلهم، يعني اللي هنهم بيعتبروه عادية، إنه عادي شاف رفيقه عمل هيك فبيعمل مثله. فنحن نحاول ننبه انه رفيقك الغلط وانت لازم تعمل هيك والصح. طبعا يجب يعني ان تكون انت القدوه الصحيحه. ايه، انه بيعملوا لنا انه معقول طب انا بالشارع ما في حاويه، كيف بدي اخذها معي حتى بجيبتي مثلا لقشره البسكوت؟ فكمان ايه وين الشكل احيانا بتضل بالجزدان يومين بعدين نعمل فهمت التعديل. تماما عن جد. يعني هلا في نحن كمان عندنا يعني كمان بسوء بتنفيذ القرارات والقوانين اللي عندنا، يعني هاي الاشكاليات وتوزيع الحاويات. يعني احيانا بتمشي بشارع طويل ما بتلاقي فيه، مثل شارع هنانو بتمشي فيه كله ما بتلاقي فيه حاويه. اكيد هلا خصوصا انه الظروف اللي عم نمر فيها ليست طبيعيه، يعني استثنائيه وفارضه علينا واقع نحن ما نرمي اللون كله على البلديه او على المؤسسات. طبعا يعني اللون هو علينا كمواطنين بدايه، يعني ممكن تكون في حاويه ونحن خربناها. أكيد. كمان هيدا قله الوعي. صحيح. باهميه هيدي الحاويه. طبعا. انه ما الدوله دافع حق عن حدا، فين حقها؟ فلازم نحافظ عليها. مثل ما حكينا موروث ومفهوم ثقافي يجب ان يكون موجود. دكتور اذا بدنا نحكي شوي اكثر عن دور المعهد العالي للبيئه، يعني بدايه من اسمه المعهد العالي للبيئه، هو معني تحديدا بهذا الامر، الكوادر التي تستقطبونها، نوع الاختصاصات الهندسيه الموجوده، شو الشرائح اللي بتتوجهوا لها، شو المهام الملقاة على عاتقكم؟ هلا هو المعهد العالي للبحوث البيئيه، للبحوث البيئيه. تمام. من كلمه بحوث البيئيه هو عباره عن معهد بحثي. طبعا نحن ما عندنا حلقه اولى، يعني طلاب جامعيين من السنه الاولى لا ما عندنا. نحن نستقبل طلاب بحوث دراسات عليا، ماجستير ودكتوراه. تماما. المعهد طبعا له ثلاثه اقسام. طبعا من خلال ليش بدي اذكر ثلاثه اقسام مشان نوجه شلون الشغل اللي حيتم فيه. في عندي قسم الوقايه البيئيه وقسم الكيمياء البيئيه وقسم الهندسه البيئيه والنظم. طبعا قسم الوقايه البيئيه اكثر الطلاب بتروح عليه من كليات الزراعه والعلوم الى اخره. قسم الكيمياء طبعا بتروح كيمياء وقسم الهندسه النظم طبعا طلاب هندسه بافرع متعدده. طبعا المعهد كسياسة عامة ألا وهي أنه ربط الجامعة بالمجتمع. بالمجتمع. يعني الفكرة الأساس نحن دائما وقت الطالب بده يسجل عنا لازم يجيب لنا مثل وثيقة أنه هذا البحث الذي سيقوم به له أهمية تطبيقية من بعض المؤسسات وهي بحاجة إليه. يعني هو ليس أنه والله لازم أنه الموضوع حلو ولازم نشتغل فيه، لازم يكون له تطبيق إسقاط عملي على أرض الواقع قادر على إحداث تغيير إيجابي. تمام. ف
فنهون دائما احنا وقت الطالب بده يسجل دراسات عليا بدنا نطلب منه وثيقه انه يجب ان ياتي من مؤسسته او من بعض المؤسسات الاخرى انه هذا البحث له تطبيق عندهم وحيستفيدوا منه. وبالتالي نحن ما عم نعمل فانتازيا علميه اكيد تماما، نحن عم نعمل اسقاط دائما او ابحاث بيئيه تعنى بالواقع لحل مشكله بيئيه معينه. من هون تاتي اهميه هذا المعهد. طبعا المعهد هو بعده حديث، يعني هو يمكن انشا بال 2002 يعني بمرسوم جمهوري، وطبعا هسه لحد ما اخذ ابعاده الكامله، لانه بتعرفي المعاهد الوقت بتبلش يعني مثل ما بيقولوا دكتور اثنين ثلاثه وبعدين بيزداد اعضاء الهيئه التدريسيه. هلا لحد الان يمكن ما عندنا 10 اعضاء هيئه تدريسيه فعليين، يعني طبعا احيانا بيجينا من خارج المعهد، لكن من اساس المعهد لحد الان تقريبا احنا شيء 11 12 دكتور يعني من ملاكه. طبعا اوفد شيء حوالي 10 معيدين هلا خارج القطر، طبعا نتيجه الازمه ما اجوا، لكن عم بلشنا نقلع. يعني هلا السنه الماضيه افتتحنا الدكتوراه بقسم الكيمياء، طبعا احنا حاليا عندنا تقريبا ما يعادل 70 ل 80 حتى يمكن توصل ل 90 طالب مسجل ماجستير وعم يقوم بابحاث. عندنا طالبتين دكتوراه ضمن المعهد، طبعا خطوه ايجابيه انه بلشنا بالدكتوراه. طبعا وعندنا 70 باحث، يعني 70 باحث، طبعا تقول 70 طالب بدك تعتبري انه تبين هناك 70 دكتور مشرف او قد يكون اكثر، لانه ممكن يكون مشرف اول ومشرف اساسي ومشرف أساسي مشارك. اذا عباره عن خليه نحل متكامله. أكيد. طبعا البعض يعمل ضمن المعهد والبعض يعمل في مؤسسات التي اوفد منها يعني اساسا. فعندنا مثلا انا هلا عندي طالبه زميلتها الانسي هزار مثلا عم تعمل ماجستير، المهندسه ربا سلطاني مثلا عم تعمل على استخدام قلف الأشجار والشيبيات كدلائل حيوية لكشف التلوث الناتج عن معمل اسمنت طرطوس. نحن اللي صار كتير عليه حكي تمام، أنا من خلال حقيقية يعني من خلال بعض الدلائل النباتية البسيطة الموجودة في الطبيعة ممكن أنا أستقرأ وأكشف طبعاً حالة التلوث الموجودة بدون مثلا ما أجي على أجهزة، لكن أنا أحتاج إلى تحاليل كيميائية. وهم مشكورين بعض الزملاء مثل المهندس يقظان كان كتير عم يساعده بالتحاليله. فالمعهد الفكره الاساس قلت لك هو فكره بحثيه ليست تدريسيه ككليه التربيه مثلا في جامعه او كليه البيئه، مو تعليمي بمعنى التعليمي كمراحل الاولى، لا بيجينا الطالب جاهز بهندسته مثل ما بيقولوا شهادته، لكن نحن طلاب بده يكونوا طلاب دراسات عليا يعني باحثين. اكيد طبعا هذا يتم بالكليات الاخرى، يعني الكليات الاخرى عم تعمل نفس الاسلوب، لكن نحن ناخذهم او نعمل لهم اختبار او اختيار لهم من خلال معدلاتهم العاليه او من خلال اختصاصاتهم اللي احنا بحاجتها من خلال التوافق بالاختصاص. وبالتالي هو مشروع بحثي. في عندهم عندنا استراتيجيه انه نحن على سبيل المثال اي منشاه في محافظه اللاذقيه بدها تقوم بانشاء او معمل او الى اخره، في عندك شيء اسمه مثلا تقييم الاثر البيئي، فكثير من المعامل حاليا بتلجأ لعنا للمعهد حتى نعطيها وثيقه انه الامور اوكي. ففي عندنا بعض الاجراءات ومن ضمنها مثلا تقييم الاثر البيئي انه هذه المنشاه لبعد 40 50 سنه شو ممكن تؤدي الى اثار سلبيه. هناك بعض الزملاء الدكاتره بيقوموا بدراسات بيئيه معينه بيعطوها هذه الوثيقه وممهوره من ختم المعهد. ايضا هناك بعض التحاليل الكيميائيه، نحن مثلا في المعهد مو بس للمعهد عباره عن شريحه واسعه من الطلاب في الجامعه بتجي بتحلل عنا، على اعتبار انه هناك بعض الاجهزه موجوده عنا وموجوده بكليات اخرى. وبالتالي نحن بكل رحابه صدر يعني بنحلل تقريبا لكل الجامعه. طبعا مو بالدور مثل ما بيقولوا انه كل طالب بيسجل اسمه وقديش العينات شنو الاختبار اللي بيتمه ضمن الامكانيات اللي عنا، فنحن بنحلل تقريبا لكل الجامعه بعض الاجهزه اللي عنا. طبعا اجهزه حديثه وغالي كتير، وبالتالي نحن بنقوم بإجراء هذه الأبحاث ومنعممها على الجامعة كلياتها. أكيد يعني إحنا بيسعدنا نسمع هاي التفاصيل من حضرتك، لأنه أي مجتمع يعني يهدف إلى وضع التطور كخطوة أساسية بهدفه القريب يجب أن يكون لديه مؤسسات بحثية معنية بخصوصية واقع وبيئة ومتطلبات واحتياجات هذا المجتمع. يعني مهم جدا نعمم تجارب عالمية ونستفيد منها ولكن ضمن خصوصيتنا. تمام. هلأ نحن قلت لك المعهد هو عبارة عن رح نسميها بذرة وإن شاء الله رح تسمر وتصير شجرة كبيرة وتفي بيظل على الجامعة قاطبة. المعهد عم يمشي خطوة خطوة، ما عم يتطور بشكل اللي إحنا كنا متصورينه، طبعا نتيجة الأزمة أنا واثق كتير هلا صرنا أكيد طبعا أكيد، لكن المعهد بلش يقل يعني وبلش يعني ينعرف
طبعا على مستوى المحلي، على مستوى العربي، على مستوى العالمي. وهيدا لحتى يخطي هالخطوات هيدي لازم ان تكون ابحاثه منشوره ومعممه، وطبعا من خلال المؤتمرات. طبعا حدث كذا مؤتمر قبل الازمه، وتجي وفود من سواء من الوطن العربي او من خارج الوطن العربي، وبالتالي تم تعريف بالمعهد بشكل عالمي، وحتى هناك بعض المشاريع وصلت للعالميه. لكن اجت الازمه وحدت شوي. لكن المعهد مثل ما قلت لك وبرجع باكد، هو عباره عن معهد بحثي اسقاط لتجارب علميه على الواقع، والبحث عن حلول لمشاكل بيئيه معينه من خلال الدراسات والابحاث اللي بنقوم فيها وبنقدمها للجهات اللي هي طالبتها، او نحن كباحثين ممكن نقدر مشكله ما في منطقه ما. على سبيل المثال انا السنه بدي اخذ طالب مثلا، بدي ادرس تاثير الاوتوستراد اللي بيربط مثلا لاذقيه وطرطوس. السيارات اللي عم تروح وتجي طبعا. طيب شلون واضح الاثر البيئي يعني على الاشجار على جانب الطريق، اي حدا بيلاحظ او بيتابع. قلت له باخذ طالب مثلا ببحث وبشوف مثلا خلال الابتعاد عن حافه الطريق 100 متر 200 متر 300 متر، بشوف لوين بيوصل مثلا وشو هي انواع الملوثات الناتجه عن السيارات مثلا. هيدا بحث. هلا بيقولوا لك والله الطريق بلوث او التلوث عالي. طيب شلون بتعرفتوا انه التلوث عالي؟ اذا ما كان عندك رقم تحكي طبعاً فيه، مش او هناك احصائيات دقيقه وواضحه. انا كنت قبل ما اجي على جامعه شرين كنت في جامعه حلب، فبجامعه حلب هلا انا مسجل بحث لدراسه التلوث الجوي في محافظه حلب كلها عن طريق قلف الاشجار واوراقها. طبعا انا عندي عينات من كل محافظتنا حلب. طبعا هذا تكون حجر الاساس قبل الازمه، لانه هنا عمل قبلي. لكن انا استفدت من شغله انه بمدينه حلب هناك عندهم محطات قياس ثابته، خمس محطات موزعة على محافظة حلب ثابتة، هي عبارة عن مخابر ثابتة تقيس الملوثات قاطبة بشكل دوري ومنتظم. ومنتظم هلا هون بلادي ما بعرف شو الوضع، بسمع انه عنده سيارة بتعطل اليوم بتشتغل يوم او بتعطل اليوم بتعطل اليوم. يعني مع انه ما هي قياسة. من اجمل البيئات الطبيعية يجب ان تكون العناية فيها. بدل ما تكون على مثلا انا استفيد منهم كمديرية بيئة انه يعطوني بعض القياسات للملوثات، فبضطر انا الجأ لطرق بسيطة اللي هي الدلائل الحيوية لحتى اقيم. لكن بحلب انا نشرت بحث من خلال الارقام اللي جبتها من مديريه البيئه. على القليل وقت بدي اقف بمحاضرتي اشرح لطلابي انه التلوث البيئي الموجود في محافظه حلب، انا صار عندي ارقام ووثائق اللي انه ثاني اكسيد الكربون تركيزه كذا في هذه المحافظه. اكثر شيء مثلا بتعاني منه مثلا الغبار وذرات الغبار. طيب هالعوالق هيدي قديش قيمتها؟ هل هي توازي المعدل السوري او المعدل العالمي او حسب منظمه الصحه العالميه؟ ولا بتلاقي واحد بيقول لك والله التلوث مثلا في محافظه حمص على سبيل المثال اعتبر انه عندهم مصفاي الى اخره، او طرطوس عندهم معمل اسمنت طرطوس التلوث 400%. طيب يعني شلون عرفت انه 400 اذا ما عندك قيم الاساس؟ تماما. فهي كلها حلقه متكامله اكيد. يعني هو التاسيس لفكر اكاديمي مثبت يعني بالارقام والدلالات العلميه أكيد. وهو ايضا ما يجب ان يكون فعلا معتمد لدينا كمؤسسات كوزارات، ويجب ان يكون هناك تشبيك ايضا. مهمه كثير نقطه التشبيك والتعاون بين جميع المؤسسات المعنيه والوزارات التي تتقاطع اختصاصاتها فيما بينها. هلا هيدا النهج التشاركي، هيدا مصطلح طبعا من احد المصطلحات اللي نتجت عن بعض مؤتمرات البيئه اللي عم نحكي عنها طبعا، الا وهو تعميم فكره النهج التشاركي. مهم جدا ان تعمل لوحدك ستبقى وحدك، لكن مكي. عندما تعمل مع الاخرين ستكبر مع الاخرين. صحيح. فنحن وقت اللي بنشبك مع مديريه البيئه مثلا بالنسبه للندوه اللي حنعملها ب 18-19 هو نوع من التشبيك طبعا. مؤتمر لطلاب الدراسات العليا طبعا، او المهندسين الباحثين اللي عندهم معنيين. لكن حبينا نعمل هاللفته، طبعا هي بجوز قديمه لكن السنه حبينا نركز عليها، انه كما معهد للبحوث البيئيه ومديريه البيئه في نفس المحافظه تشبك مع بعضها، ويصير المؤتمر تحت رعايه المؤسستين اكيد. فهيدا بيعطي دفع للاثنين طبعا، وهذا نوع من التشبيك وهو النهج التشاركي. صحيح. ويجب ان يعمم هذا المصطلح على مستوى المنزل، على مستوى المدرسه. قال السيد الرئيس دعونا أن نعمل كفريق عمل واحد، العمل بفكر وتفكير الفريق، أن لا تكون لوحدك طبعا. يجب أن تعمم ثقافة العمل الجماعي. صحيح. هناك مصطلح فرنسي يقول أن بور توس توس بور أن، الفرد من أجل الآخر، الجميع والجميع من أجل الفرد، وهنا النجاح الكامل. صحيح. وهنا النجاح على جميع الأصعدة في تمام. أي عمل، على صعيد المجتمع، على صعيد الفكر الإنساني حتى.
وايضا العقبات يجب ان تحل ايضا بتشاركيه. يعني الانسه هزار يمكن اعطتنا شوي عن تفاصيل الايجابيه اللي عم تقوم فيها مديريات البيئه، ولكن ايضا عندكم عقبات، عندكم اشكاليات معينه. نحكي شوي انسه هزار عن هيدي العقبات، هيدي الاشكاليات، شو ممكن المجتمع الاهلي يساعد بحلها، او هي فقط معنيه بموضوع مؤسساتي تابع لمؤسسات الدوله؟ هلا العقبات انه ما في تجاوب مثلا، ممكن انه راح على هذا الشق المعني فيه المجتمع المدني والاهلي الذي يجب ان يكون من الناحيه الثقافيه. ممكن نروح على مدرسه ما يتجاوبوا معنا مثلا، او مفاضيين كمان، هي كان عقبه واجهتنا يعني كذا مره، مع انه هناك توجيهات يعني بالتجاوب يعني. بالنهايه انتم تعملون باسم مؤسسات الدوله. تماما اكيد. حتى لو كان هذا العمل على صعيد مستوى فردي مثل ما تفضل الدكتور، يجب ان يكون هناك تعاون، يجب ان يكون ايجابيه بالتعاطي، لانه بالنهايه هو شيء ايجابي سينعكس على الجميع. ايه بس ما فيك تجبري حدا يجي يشتغل معك اجباري. بس هلا بشكل عام انه في تعاون كثير، يعني اتحاد شبيبه الثوره وطلائع البعث كثير في تعاون معهم، حتى مع الجامعه ومع الجمعيات، مع الجمعيات الاهليه، يعني غالب الجمعيات متعاونه معنا بيشتغلوا، بنعمل حملات مشتركه بالتعاون معهم. يعني ما كثير، يعني ما كثير في عقبات، ماشي الحال. يجب ان ننظر الى النصف الممتلئ من الكأس. اكيد، خصوصا بالظروف الحاليه. اكيد، يعني ما فينك انه اجباري بده يكون في عقبات. هلا اجباري ما رح توصلي للهدف اللي انت بدك اياه، ما فيكي لانه بسهوله يجب ان نصل، ولكن في صعوبه، نتمنى نوصل بس اجباري، يعني احنا واقع اشكاليه عقبات واقع عايشين فيه، يعني ما فينا نخلي حدا يجي. كم مهندسين هزار اذا بدنا نحكي، انتم كدراسه اكاديميه درستوها خلال سنوات دراستكم الجامعيه، هل هناك هو بينما اخذتوه يعني كواقع تدريسي اكاديمي دراسي وبين التطبيق العملي اللي انتم هلا بصدد تنفيذه واسقاطه على ارض الواقع؟ اكيد، لانه هلا احنا عندنا قسم مهندسين زراعيين وقسم مهندسين مدني اختصاص بيئه. احنا بنشتغل توعيه بيئيه، يعني انا الشغله اللي بشتغله غير الشيء اللي اخذته بالجامعه. مختلف تماما. مختلف تماما يعني هون في كثير في عندنا هيك حالات، يعني باغلب اماكن انه ما بتجي الوظيفه مثل ما انا دارسه. صحيح. كثير موجوده هي الحاله. والسؤال الاهم، هل الواقع التدريسي كمنهاج، يعني هون السؤال متوجه فيه للدكتور كامل بصفتك مدرس جامعي، دكتور الواقع التدريسي عندنا كمناهج اكاديميه برايك اليست بحاجه الى نقله نوعيه وتغيير؟ هلا شوفي، انا بايد كلامك بس كله له اسس. يعني هلا الانسه هزار اكيد هلا بالدراسات الأكاديمية، اسمها دراسات أكاديمية، عم تعطيكي أسس ومفاتيح للعلم. هلا بالتطبيق الواقع، هلا نحن وين من، هلا نحن كجامعة مثلا أو كمعهد بحوث، أي شق نظري هناك شق عملي طبعا. ما في مقرر إلا نادرا جدا أنه يكون هو نظري بحت، فأي مقرر نحن عندنا قسم نظري، هناك بعض الأسس والمفاهيم يجب على الطالب أن يتعلمها ويفهمها، وهناك شق العملي. فنحن كدراسات أكاديمية الشق النظري هيدا بيكون له أبليكيشن، يعني له عملية تطبيق طبعا، من خلال زيارات الميدانية، من خلال تقارير أو حلقات البحث أو الجولات. يعني هلأ مثلا ممكن نحن ناخد طلاب على مثلا معمل اسمه انترطوس، أو على المحطة الحرارية، أو على محطة معالجة، أو محطة ضخ المياه، ونفرجيه بعينه أنه شلون مثلا شبكات الري عم تصير، شلون عمليات تصفية عم تصير، كيف عملية المعالجة البيئية للمياه مثلا عم تصير، أو مثلا الفلاتر اللي عم تركب أو إلى آخره. حتى في زياره عملناهم اياها مثلا لمديريه البيئه الى اخره. فالطالب وقت اللي بيشوف بعينه انه هالكلام النظري عم يشوفه ابلكيشن، يعني عمليه تطبيق له، فبصير عنده نوع من التكامل بين النظري والعملي. لكن الشق الوظيفي يختلف تماما، هذا موضوع اخر. ليس كل ما واحد درس كلمه او مفهوم او نظريه بده ممكن يشوفها بوظيفته، وظيفته بتبقى الى الطابع الميداني. يعني هلا انت لواقع الحال، يعني لا يمكن اللي حاطه فيها مؤسسه رح اسميها، ما هي خدميه بالمعنى الحرفي، لكن فيها شق. وقت مثلا انت بدك تقوم مثلا بانشاء مجنه على سبيل المثال، هلا المجنه بتعرفي الى بناء، بعدين الى تصريف، تنظيم معين، لكن مثلا عندهم مثلا تمام يعني. اكيد طبعا. لكن ما في يقوم هذا المزارع مثلا بانشاء هذه المجنه بدون ما ياخذ تصريح من مديريه البيئه انه موقع هذه المجنه هل هو شوفي مناسب بيئيا؟ هل هو يستوفي الشروط التي وضعتها؟ يعني هلا مو معقول انا اجي افتح مجنى نص الحاره، اكيد مستحيل. يجب شروط بيئيه لكن تمام. فهلا هون صار اسمه الطابع الميداني. هلا انا بدي اعمل معصره زيتون، اي مستحيل اعمل معصره زيتون قبل ما اعمل لها محطه معالجه، ولو انه هي ما راح اقول محطه معالجه ضخمه، لكن يجب ان تتوفر فيها محطه معالجه مشان ما الجفت ما يروح على الصرف الصحي بطريقته السلبيه قد ما فيني خفف. هيدي كمان مهمتهم، إذا يجب أن يقوموا بزيارات حقلية، يجب أن يرفعوا تقارير،
أو التاجر أو المزارع اللي بده يقوم بإنشاء هذه المنشأة أن يقدم الشروط الفنية المطلوبة. فهون ما بقى في بقى تقولي بس دراسة نظرية أكاديمية، أنت عم تاخدي أساسيات العلم. أنا كجامعة مهمتي أني خرج هذا الطالب ووصل له أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العالمية. تماماً. أنا بجوز عذرا حكيت الكلمة، بجوز أنا بدرس يوميا أكثر من طلابي، لأنه أنا مطلوب مني يوميا تابع شو صار بالعالم، شو التحديث مستمر لكل المعلومات. فأنا مهمتي أني أنقل هذه المعلومة بحداثتها ووصلها لطالبي وقل له أنه هون صرنا وهيدا لازم يصير وإلى آخره. لكن في أساسيات ما فيك أنت تتجاوزيها. فلكن الفرق بين الجامعة والوظيفة أنه هي ميدانية بقى، لكن ما بيمنع أنه هنون يتابعوا دراساتهم أو يعملوا أبحاث صحيح. مشتركة وبالتالي يضلوا على تواصل وتشارك مع أكيد. الجامعة. أما التعليم دائما شيل كليات الآداب، نحن عم نحكي محطات بحثية أو مراكز بحثية، دائما شق نظري مطلوب والشق العملي إجباري مكمل طبعا كومبلومنتاري يعني إجباري. يعني من واقع الحال نحن نعلم، يعني بنحكي عن جامعة تشرين، ما بدنا نعمم أكثر يعني تمام. الدائرة مع أنه هي تعمم يعني على أغلب الجامعات، ولكن جامعة تشرين من الجامعات الموجود فيها أجهزة بحثية وأجهزة تقنية على سوية عالية تمام. ومهمة جدا. هلأ ما رح نحكي بتفاصيل أنه هل هي جميعا مفعلة أو ما مفعلة أو أيا يكون، ولكن خلينا نقول بنسبة 70% مفعل تمام. من هذه التقنيات العلمية الموجودة لإحداث هذا الوصل بين الجانب تمام. النظري والعملي تمام. فعمليا هو يعني ليست كما كانت في السابق، يعني انا بدي كانت موجوده ولكن ليست كما كانت. انا بدي احكي كلمه انا اللي قال لك اياها بكل شفافيه، هناك اجهزه تتواجد في جامعه تشرين لا تتواجد ببعض الجامعات الاوروبيه. الفرق قلت لك وبرجع واكد عليه هو نوع الالتزام. تماما. انت شو بدك؟ انا كدكتور وكباحث انا شو بدي من الجامعه؟ صحيح. هلا في دكاتره انا بقول لك اياها رؤيتي الاكاديميه دكتور كيف ارى، ورؤيتي النظريه والانسانيه تمام. والشخصيه ايضا كله بيلعب دور. هلا يعني هي عوامل تتقاطع. لاعطيكي مثال بس بسيط لحتى اوضح لك، انا مثلا توصلت لمرتبه استاذ يعني بما معنى انه ما عاد بحاجه لابحاث لاترفع، انا خلص وصلت خلص بقعد وبكتف حالي وبقعد ما عاد بشتغل شيء. طيب قلتي كلمه انه لازم دائما تكون متابع، فانا اذا كل سنه عملت بحث او بحثين سواء لي شخصي او مع طلابي قديش مو إيجابيتي بتكون، وعلى الجامعة تنعكس إيجابيتي وعلى المجتمع تنعكس إيجابي، فكل هذا مرتبط. فأنا دائما بسأل أي واحد في الدنيا أنت شو بدك؟ تماما. أنت بدك تكون إيجابي، فيك تكون إيجابي، فيك تكون حيادي، فيك تكون حيادي، فيك تكون سلبي إذا حبيت، وهي كل المعادلة بكل بساطة. صحيح. أنت شو بدك؟ فعلا. سواء كباحث كمذيعة كمهندسة أنت شو بدك؟ حابة تتطوري طبعا من خلال شغلك وعملك فيكي، وفيك تضلي قاعده كل هيك. انا بتقاطع معك دكتور 100% بالرؤيه والنظره. انت شو بدك؟ دائما لازم نطلع قدام. اكيد. اسال حالك انت شو بدك. فعلا ويجب ان نؤمن بدورنا الايجابي واننا قادرين على التغيير ولو بخطوه صغيره مثل ما حضرتك حكيت ستيب باي ستيب، نحن قادرين نوصل للي بدنا اياه. يعني اكيد انا سعيده كنت كثير بوجودكم معنا، وان شاء الله اكيد بيئتنا الى افضل والى واقع فعلا ايجابي اكثر واكثر حيويه، بيئيه بكل ما لهذه الكلمه من ابعاد، ان كان البيئه الحيويه، الغطاء الحيوي، النباتات، الحيوانات، بكل ما فيها من تفاصيل جميله. ونعم ربانيه حمانا يا رب، حبانا يا رب العالمين، خصوصا في محافظه اللاذقيه والساحل السوري. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور كامل خليل نائب عميد المعهد العالي للبحوث البيئيه. نتمنى للمعهد مزيد من التقدم فعلا، وان يكون قاعده اساسيه لكل ما يتعلق بابحاث البيئه بساحلنا. اي هوب سو، يعني بتمنى ان شاء الله الله هيك نشاركك الامنيه. الله يخلي لي اياكي. شكرا. والان استهزار الكردي من دائره التوعيه والاعلام البيئي في مديريات البيئه، اكيد بنثمن جهودكم عاليا لكل الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا من قلبهم، ونتمنى فعلا تكونوا عم تزرعوا هي البذره اللي نحن بحتاجينها بابنائنا لمستقبل بيئي افضل. شكرا كثير. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. اكيد الشكر لكم موصول مشاهدينا لحسن المتابعه. نحن نشوفكم السبت القادم بحلقه جديده من برنامجكم خدمات. الى اللقاء.